السلام عليكم متابعي قناة معلومات جريئة في حلقة جديدة حول إعدام حيوان المانك. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. قررت الحكومة الدنماركية إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوان المانك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع تربية هذا الحيوان. وقالت رئيسة وزراء الدنمارك إن السلالة الجديدة من الفيروس تهدد فعالية أي لقاح جديد يتم تطويره في المستقبل لمواجهة مرض كوفيد-19. وتعد الدنمارك أكبر منتج في العالم لفراء المانك. وقالت الشرطة إن عملية التخلص من هذه الحيوانات يجب أن تتم بأسرع ما يمكن. ورصدت حالات إصابة فيروس كورونا في مزارع للمانك في شمال الدنمارك وجنوبها وفي مزارع أخرى في أوروبا على مدار الأشهر القليلة الماضية. وأبدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من طريقة قتل هذه الحيوانات. أترككم مع بعض الفيديوهات.